تسوي لهم او ضيق ولكن بتدخل من الصوت. كنقول لكم خصو تحاسب حيت هو كان رزقنا وواكل الدولة المغربية وواكل في شي قوانين ما كيخلصهمش. غادي ما كيجيو عندو هنا الانسبكتور طرابي كيجيو عندو هنا جوج مرات ولا مرة ثلاثة في الشهر اللي فات يسول معنا خويا الوضعية ديالنا يعطينا حسابنا شنو قلبوا راسنا في شركة أخرى. نمشي للمحكمة دابا كاين واحد دخل واحد القضية ديال سميتها السوفكارد. السوفكارد هو أنا غنمشي للمحكمة غتصبر 10 سنين عاد تاخد الحقوق ديالك. عاد باش تصبر 10 سنين على 10 ولا 6 ولا 7 مليون راه بزاف. كتقول اللهم عطيني 4 ولا 5 مليون ومشيت حالي بمرة ولا ندفع على المحكمة وجروني 10 سنين. أنا نموت أنا ولا والله أعلم واش غيجرى. يعني غيجرونا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى السلطات تشوف هاد القضية. خصهم يدخلوا معاه تحقيق صراحة خصهم يحققوا معاه صراحة حقنا لقاو بزاف ديال الخروقات عندنا. راه قلنا حنا ما يخرجش الباطرو اليوم تلقينا حسابنا. جا الامن جا السلطات المعنيه بالامر دو معانا قالوا لنا شنو هو الحل. قلنا الحل هو يعطينا حسابنا. قال لنا هو كيقول لكم ما كايناش فلوس ما عنديش فلوس. هو والله شاهد عليا والله يا خواتي عنده الفلوس بالله عنده ماشي ما عندوش. هو خصو يدير معانا حل. بالنسبه لنا حنا مرسمين مع هاد الشركه. بغيت تخدم مع شركه اخرى غدخلك لاكيس تخلص لاكيس. الا خلصت لك الشركه اخرى ها والو يقول خدمتي مع شركه اخرى ما تسال معايا والو انا. اذا وقف من الخدمه وموقفني هو موقف لي الاجره ديالي ما كتخلص. واخويا تقريبا 3500 درهم 4000 درهم بلا سوايع كنزيد بلا والو. دخلنا مع 50% يعني 2500 درهم اللي عندي معاه وكني فيها 10 شهور دابا. 2500 درهم في الشهر ما كيعطيش لنا حنا عدد ديالنا 600 واحد. دابا مؤخرا قالنا غتشوفوا تخدموا في جديده غنعطيكم 3000 درهم وتشوف جديده واش خليها لولادي ولا نصيرها انا تما. بغيت تخدمها غير 3000 درهم وسير تخدم في جديده وغنكري وغادي ناكل وغادي نشرب ونخلي لولادي هنا. اييه والشهر الجاي ما تخلصش اش غادي ندير؟ نخلي الخدمه ونجي ابوندمون دو بوست. وهذا الشيء اللي كان اخويا خوتي وسمحوا لي. حالة طلاق 30 حالة اللي وقع دابا حاليا في الشركة عندنا. الناس صحابنا كان